حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. حلقتنا اليوم حلقة استثنائية، حلقة عبارة عن توعية وعبارة عن رسالة موجهة لكل امرأة بضرورة إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي. راح تقولون ليش تم اختيار هذا الموضوع؟ تم اختياره بسبب أنه نحن الآن بشهر أكتوبر، وهذا الشهر هو مخصص للتوعية بهذا المرض، وإحنا كإعلام واجبنا أنه إحنا نوعي المواطنين ونوصل هذه الرسالة. إذن بحلقتنا اليوم من ليش لا سنتعرف على أعراض المرض، كيفية الوقاية منه، وليش لا ما يتم إجراء الفحص بصورة دورية، ليش النساء يتخوفون من هذا المرض أو من مجرد سماع فكرة أنه إجراء فحص. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. يعد سرطان الثدي بين النساء أكثر أنواع السرطانات شيوعا، وهو السبب الثاني الأكثر شيوعا لحالات الوفاة الناجمة عن السرطان، حيث تشعر العديد من النساء بالخوف من سرطان الثدي، ويستند بعض الخوف منه إلى سوء الفهم، حيث تؤثر عوامل عديدة في خطر الإصابة بسرطان الثدي، ولذلك يكون الخطر عند بعض النساء مرتفعا جدا. ولهذا يعتبر أكتوبر من كل عام شهر التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي حول العالم، حيث يتخذ اللون الزهري أو الوردي كشعار من أجل التوعية بمخاطر المرض. هي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي من أجل تقديم الدعم والمعلومات والمساندة ضد هذا المرض، بالإضافة لتوفير خدمات الكشف والفحص المتعلقة به. وحسب مختصين، إن العلماء حتى الآن لم يستطيعوا فهم آلية المرض بالتحديد، ولذلك فإن منظمة الصحة العالمية تقول إنه بالإضافة إلى التركيز على الوقاية من المرض، يجب أيضا التركيز على توعية الناس بطرق الكشف المبكر لسرطان الثدي وممارسة العادات الصحية التي تقينا من المرض. طبعا يعتبر سرطان الثدي من احد الموضوعات التي يجب ان نهتم بها ونركز عليها، وضروره انه نسعى للكشف المبكر عن هذا المرض. طبعا حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه تشير الارقام الى انه 1.38 مليون مواطن هو يصاب بهذا المرض، وبالتالي 458 مواطن يقتل بسبب سرطان الثدي. لهذا يتم التوعية بخصوص هذا المرض، وتم اختيار طبعا شهر أكتوبر هو الشهر عالمي بتوعية بسرطان الثدي، وتقوم هذه التوعية موجودة بكل دول العالم، وتكون حملات هناك منظمة عالميا، وتكون هناك يعني كثير من المبادرات يطلقها أصحاب الاختصاص بضرورة توعية المواطنين وتوعية النساء بإجراء الفحص لحماية هذه الامرأة من هذا المرض وحماية عائلتها أيضا. بالتالي يتم البحث عن عوامل، هل هناك عوامل وراثة بهذا الخصوص، يتبعون الأعراض، تفاصيل كثيرة حتى يتم يعني حماية النساء من هذا المرض. بالتالي تم اختيار أيضا بشهر أكتوبر تم اختيار شريط الوردي، وهذا الشريط هو يعبر عن سرطان الثدي، يعبر عن أنه يجب التوعية وضرورة إجراء الفحص. بالتالي يقومون ب يعني وضع هذا الشريط على كل الأماكن، سواء أسواق، محلات، سوبر ماركت، جمعيات، يعني أصحاب يعني أطباء، مستشفيات، يعني كل الأماكن يتم تزيينها بهذا الشريط. وراح تقولون أنه شنو الفكرة من أنه هو الشريط وردي وليش وردي؟ طبعا في بداية التسعينات القرن الماضي تم اختيار هذا الشريط على أساس أنه هذا اللون هو يعبر عن الهدوء، يخفف من التوتر، هو عبارة عن مفهوم للعطاء الصحي، مفهوم لمساعدة النساء. ونلاحظ أنه في كل دول العالم يتم أنه أيضا بيع هذا الشريط والترويج عنه حتى يتم دعم النساء اللي ينصابون بهذا المرض، ويتم دعمهم نفسيا وصحيا، ويتضامنون معهم، يقومون بارتداء
هذا الشريط، وإن كانوا هم مو مصابين لكن هذا دعما للنساء المصابة. فبالتالي إحنا محتاجين أن تكون هناك توعية كافية، لأن لاحظ ببلدنا في العراق ما موجودة هذه التوعية، ما موجودة هذه مفهوم أنه إحنا نقوم بهذا الكشف المبكر، لأن ضروري إجراء الفحوصات المبكرة والفحوصات الروتينية والدورية حتى نحمي نفسنا وعائلتنا. وبالتالي العلم أنه هذا المرض هو ما يصيب فقط النساء، أيضا الرجال لهم حصة من هذا المرض لكن بنسبة أقل. وبالتالي هاي الرسالة تكون أيضا موجهة للطرفين بإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي. نوع سرطان الثدي هو النوع الأكثر انتشارا من أنواع السرطان في العراق والعالم، ومع الأسف أغلب الحالات كانت وما تزال نشخصها في مرحلة متأخرة، وهذا يؤثر سلبا على احتمالية الشفاء وتكلفة العلاج. فإذا كان هناك توعية بالمستوى الكافي وفحص دوري وفحص ذاتي للثدي وتثقيف نساء مجتمعنا حول هذا الموضوع، سيكون هناك اكتشاف مبكر للحالة، وفي حال اكتشافها في مرحلة مبكرة يكون الإجراء الطبي بسيط وغير مكلف، واحتمالية الشفاء عالية جدا، وآلاف مئات آلاف الحالات المكتشفة في العراق والعالم في مرحلة مبكرة يستمرون بحياتهم بشكل طبيعي، وما راح تكون تكلفة العلاج مكلف عالية. لكن مع الأسف كثير من الحالات أو أغلب الحالات احنا توصلنا بمرحلة متأخرة، يوصلونا بعد أن يستفحل المرض وينتشر، فتكون تكلفة العلاج أغلى أعلى وأيضا أكثر تعقيدا. وفي السنوات الأخيرة هناك تطور ملحوظ خصوصا في السنة الأخيرة في موضوع مكافحة السرطان، كونه من أولويات العمل الحكومي مثبت بشكل رسمي ضمن البرنامج الحكومي، أنه دعم مرضى السرطان وتطوير المراكز الخاصة بعلاج الحالات السرطانية بمختلف أنواعها، سواء كان علاج كيميائي أو إشعاعي أو بيولوجي أو العلاج الجراحي أو غيرها. هناك تطور واضح في نسب توفير أدوية الحالات السرطانية، وأيضا افتتاح لمراكز مهمة في بغداد والمحافظات، وأيضا أجهزة تشخيص ومتابعة مهمة من ضمنها جهاز البيت سكان في مستشفى الأمل الوطني، وطبعا المشروع اللي أعلن وزير الصحة يتضمن جميع المحافظات العراقية، أيضا مراكز لعلاج الأورام في واسط في النجف وضمن المستشفيات العملاقة التي افتتحت في ميسان والبصرة، وما ننسى المركز المهم مركز أمراض الدم وزراعة نقي العظم اللي افتتحها دولة رئيس مجلس الوزراء ضمن دائرة مدينة الطب، وأيضا مراكز الكشف المبكر عن السرطان العشرات في بغداد والمحافظات، ونعمل على زيادتها وتطوير قدراتها وتطوير الملاكات العاملة فيها. طبعا الهدف من شهر اكتوبر هو التوعية بالإضافة إلى تعريف النساء بأعراض مرض سرطان الثدي، لأن هناك أعراض كثيرة له، بالتالي بعض الأعراض تتشابه لدى النساء لأن هناك أعراض تكون مشابهة لأمراض أخرى. لهذا يكون هناك شهر كامل من كل عام، هذا الشهر هو مخصص فقط لهذا المرض وتوعيتهم وتعرف انه يعرفون تفاصيله اكثر. يكون له دور بانه المراه هي تفحص نفسها ذاتيا، انه يعرفوها باعراضها بصوره صحيحه وبصوره متسلسله، بالتالي حتى ينقذون هذه الامراه. وانه هذا الموضوع هو التوعيه بمرض سرطان الثدي لسبب انه احنا اذا تعرفنا على هذا المرض بوقت مبكر ممكن انه هو يقينا من الموت ويقينا من استئصال المكان. بالتالي احنا محتاجين انه النساء تفهم موضوع انه ما نتخوف من الفحص، وان كان احنا ما بينا شيء ضروري اجراء الفحص، لان هذا يساعد كثير والكثير، وايضا النساء المصابات انه يشجعهن على انه هذا شيء طبيعي شيء عادي انه احنا نفحص، وبالتالي حتى تكون هناك وقت انه احنا يعني ننهض ونقوم من هذا المرض. الفحص المبكر يعني إذا تم ترك هذا الموضوع راح يؤدي إلى مساوئ كثيرة وكثيرة وبالتالي إلى الموت. إذا تم فحص المبكر يعني بوقت أبكر يكون، أو إحنا حتى لو ما بينا شيء، بالتالي ممكن تكون هناك يعني موجود المرض لكن إحنا ما نعرف، إن إحنا نعرف إنه هذا السرطان هو من اسمه يعني تكون هو نوع خبيث، بالتالي إنه هو ما يحسسنا بأي أعراض، لكن بهذا الفحص الدوري هو يخلينا إنه إحنا نتعرف على المرض أكثر، وإذا يعني تم إصابة
اصابتنا بهذا المرض انه يكون بكشف المبكر هو الحفاظ على حياتنا بوقت ابكر، ويتم استجابه للعلاج بصوره اكبر، لان من تتفاقم الحاله العلاج يعني ما راح يكون له اي فائده، بالتالي بالفحص المبكر راح يكون اكو علاج ويكون اكو نسبه شفاء كبيره وكبيره. سرطان الثدي هو ناتج طبعا اكيد يعني بالسنوات الاخيره ازداد بصوره كبيره، واصبح كثير من النساء يعانون من هذا المرض بسبب يعني احنا الان نعيش بظروف يعني متشتته بتلوث صناعي، عاداتنا الصحيه هي ما ملتزمين بها 100%، اكلنا مو صحي، تفاصيل كثيره نعاني منها، التلوثات العديده والعديده، الامراض اللي والاوبئه اللي تظهر كل سنه وكل عام، انه يعني امراض شكل، بالتالي هاي كلها عوامل تساعد على يعني نشوب او ظهور هذا المرض وتفاعله اكثر، وبالتالي هذا المكان هو يكون جدا حساس حتى يتاثر بهذه المؤثرات. فالسؤال هنا احنا مثل ما ذكرنا مختص هذا الشهر بالتوعية، دور المؤسسات سواء منظمات مؤسسات صحية وغيرها بالتوعية بهذا الموضوع، هل هناك مبادرات وشلون انه احنا نقي نفسنا من هذا المرض بصورة صحيحة؟ نتعرف على الجواب احنا وياكم وراجعين. قضية يعني سرطان الثدي قضية خطيرة جدا حقيقة، وهو يعني مرض ليس بالسهل، بالتالي توعية النساء حول الوقاية من هذا المرض، أهمية الوقاية مهمة جدا. لذلك نحن في حركة التأهيل النسوي قمنا بالعديد من الجولات الميدانية، وكان برفقتنا العديد من الطبيبات المختصات بهذا الأمر. قمنا بجولات في المدارس، جولات في المستشفيات، أيضا للمريضات، حتى للكوادر سوينا تجمعات والتقينا بهم، كذلك في الجامعات، في العديد من الجامعات نسقنا معهم وقمنا بهذه الورش والندوات التوعوية للتدريسيات، للأستاذات وللطالبات، أيضا للموظفات. قمنا بالعديد من الوزارات من خلال التنسيق مع مراكز تمكين المرأة أو للمنتسبات الموظفات في العديد من الوزارات، في الشرطة المجتمعية، في الشرطة الاتحادية. طبعا كان هدفنا من هذه يعني الندوات التوعوية، لأن إحنا أولا كحركة تأهيل نسوي مهتمة بالمرأة وكل ما يخص المرأة في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التعليمية، الصحية. فبالتالي الجانب الصحي وصحة المرأة ووقايتها، وأنه تتمتع المرأة بصحة جيدة، يقولون العقل السليم في الجسم السليم، هذا من هدفنا، من هدف الحركة، حركة التأهيل النسوي. لذلك كان هدفنا من خلال هذه الجولات الميدانية أنه نوعي النساء كيفية الكشف المبكر عن السرطان، أن المرأة هي تقوم بفحص ذاتها، تسوي فحص ذاتي يعني بعد الدورة الشهرية بأسبوع، وتخصص موعد يوم من كل شهر لقضية الفحص حتى تتأكد بعدم إصابتها بهذا المرض، وإذا حست أو شعرت بشيء فهي تراجع المراكز المختصة أو العيادات أو المستشفيات سواء الحكومية أو الأهلية. وكنا نوزع بروشورات بألوان ملونة هي لونها زهري وردي بلهجتنا العراقية، على يعني هذا الشهر اللي رفعته وزارة الصحة بالعراق ومنظمة الصحة العالمية، في كل شهر ترفع هذا الشعار الوردي، يسموه شهر أكتوبر الوردي، والجميع يلبسون نساء ورجال هذه الفيونكة الوردية، دليل على التضامن مع النساء المصابات بالسرطان حتى يتم شفائهم من هذا المرض لأن هذا المرض يبتدي بشيء زهري بسيط ثم شوية شوية يزيد. فلذلك تضامن مع النساء وللقضاء على هذا المرض الجميع يلبسون يعني هذا الشريط. طبعا هذا المرض هو مو فقط للنساء، هو أكو بعض الرجال يصابون به، لكن نسبة الشفاء بالرجال كبيرة، لكن عند النساء يعني للأسف في أحيان كثيرة قد يكون مميت. لذلك احنا دائما نقول للنساء انه ينتبهون، دائما يعملون الفحص الذاتي. قضية الغذاء مهمة جدا،
الغذاء الصحي، بعض الأغذية مثل الرمان، مثل غيرها الأغذية، الفواكه، الخضروات. الخضروات الخضراء هي مهمة جدا أكلها حتى ترفع المناعة. الرياضة، ممارسة الرياضة، عدم زيادة الوزن، كل هذه تأثر على الوقاية من السرطان وتزيد من رفع نسبة المناعة. أيضا قضية الحالة النفسية مهمة جدا، الأمراض المزمنة لها تأثير، دائما لازم المرأة تهتم بصحتها وهذا مهم جدا، حالتها النفسية مهمة. لذلك احنا يعني شفت انه من واجبنا كحركة مختصة بالمرأة انه نروح لنسائنا وبناتنا ونعمل هذه الجولات، وكانت جولات جميلة جدا. كنا يعني نخلي البالون اللون الوردي ونوزع حتى الشوكليت، حتى الأشياء الحلوة السويت نختارها تكون باللون الوردي حتى النساء لا يخافون. حقيقة احنا كنا يعني بعض الجولات النساء يتفاعلون ويانا وسعيدين وفرحانين، واكو بعضهم مثلا يخاف من يسمع سرطان الثدي، تصير عنده مخاوف، ليش وشلون، وخاف بيا، ويسألون الدكتورة، الدكتورة أختي هيجي، أنا هيجي، أخاف هيجي أنا بيا. يعني هي هذه المخاوف مرات صحية حتى نخليهم يفحصون، يهتمون بصحتهم، كل شيء يصير ولو بسيط يروحون يسألون الأطباء، يسألون الجهات المختصة، في أحيان كثيرة تكون عامل إيجابي. وحقيقة يعني الحمد لله شفنا الدوائر، المدارس، الجامعات متفاعلين جدا ويانا ويسألون، وهم من نقدم لهم اقتراح انه نجي ونزورهم ونقدم هذا البرنامج عندهم كانوا يرحبون جدا. والأستاذات والطالبات أيضا يعني يتفاعلون ويانا بشكل كبير. فالحمد لله يا ربي احنا دائما نحتاج هكذا ندوات، هكذا ورش تهتم بالنساء. ويبقى الجانب الإعلامي مهم جدا، يعني دائما لازم ننشر هكذا بروشورات، ننشر انه الأغذية المهمة لرفع نسبة المناعة، كيفية يتم الكشف المبكر. دائما شهر أكتوبر يكون نركز بيه على هذه الأمور حتى النساء تعرف انه هذا الشهر شهر الوقاية، أنا لازم أروح أفحص. هو مرة بالسنة تحتاج تروح للمركز الصحي وتفحص، فيكون فرصة في شهر أكتوبر. أيضا العيادات حتى الأهلية هي تقوم بهذا الفحص بالمجان في هذا الشهر، فهي فرصة إنه النساء تفحص وتطمئن على صحتها، وإحنا أيضا نطمئن على صحة نسائنا وبناتنا وخواتنا. طبعا احنا بالعراق نفتقر لموضوع التوعية الكافية بموضوع سرطان الثدي او اي مرض. احنا محتاجين تكون هناك توعية، محتاجين برامج تثقيفية، محتاجين برامج مخصصة لامراض معينة تكون هي فتاكة وتكون هي خطرة على صحة الانسان. بالتالي احنا بشهر اكتوبر، هذا الشهر هو شهر مخصص للتوعية بكل دول العالم، كل دول العالم نلاحظ انه يستغلون هذا الشهر باستغلال فظيع بإقامة الندوات، إقامة المهرجانات، يقدمون دعم للنساء. احنا اغلبنا ما يعرف شنو شهر اكتوبر، من تجي تسأله يابا شنو المناسبة الموجودة بشهر اكتوبر؟ يقول لك والله ماكو، ما اعرف اكو مناسبة. زين شنو الهدف من هذا الشهر؟ ممكن يتعرفون على الشعار اللي يخص توعية بسرطان الثدي، ما يعرف شنو هو هذا الشعار او ليش اختاروا باللون الوردي، او شنو الهدف انه احنا خالي بهذا الشهر فقط. هاي اشياء احنا محتاجين انه نتثقف عليها، وبالتالي يكون عندنا وعي كافي عن الموضوع حتى نقدر مثل ما ذكرنا قبل قليل انه ننقذ عوائل كثيره بهذا، بسبب انه ما تنصاب بهذا المرض. محتاجين ايضا تكون هناك يعني الجامعات تقوم ب يعني بندوات، بتكون بحوث بهذا الموضوع، يتعرفون على الاعراض، يتعرفون شلون الوقايه من عنده، شنو أسبابه. محتاجين هاي البحوث اللي يتم التعرف أكثر وأكثر على هذا الموضوع. محتاجين دور المؤسسات الصحية، محتاجين المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، محتاجين المستشفيات، محتاجين أنه كلها تتحد من أجل أنه يكون هناك وعي كافي، لأن أغلب المناطق وأغلب النساء ما عندهم أي فكرة عن الموضوع. من نجي نسأل أي امرأة يابا سويتي الفحص اللي مخصص بهذا الشهر، أو فحص الدوري اللي
الفحص المبكر وسرطان الثدي يقول لك لا والله ما سويته وليش اسوي؟ تجي تسالها يابا انه ليش ما تسوي؟ تقول انا ما بي شيء او ما عندي اعراض وليش اسوي؟ وشنو اعراضه ممكن يسالون حتى انا اعرفه؟ البعض لا يقول لا اسم الله عافيه لا تقولين اسمه، هذا اكو تخوف حتى من المصطلح، مجرد انه احنا نذكر مصطلح سرطان او سرطان الثدي او اي شيء يقول لك لا عافيه اسم الله لا تذكرين اسمه، الله يبعدنا. وهاي التفاصيل اللي سوالف اهلنا اللي يقولوها دائما، لكن يجب ان نعلم انه ما نتخوف، لان اغلبيه تخوفوا من مجرد الفكره ويعني وتم انه هم اصابتهم بهذا المرض. محتاجين وعي كافي، محتاجين نفكر اكثر، محتاجين انه نبحث بالعامل الوراثي، لان ممكن العامل الوراثي جدا له دور. فاحنا اذا فحصنا او اذا احنا تعرفنا على اهلنا اكثر وهل هناك اصابه موجوده بالعائله او الاجداد والاجداد، هاي كلها عوامل تساعدنا حتى احنا ننتبه اكثر، وبالتالي نجري الفحص بشكل دوري، مو فقط بشهر اكتوبر، مو فقط بهذا الشهر، احنا نتم بهذه الفحوصات بصوره مستمره. لهذا رساله هي موجهه لكل منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الصحيه، المستشفيات، الجامعات، انه يجب انه نستغل هذا الشهر، لأن الكثير من الدول تحاول تستغل هذا الشهر كل أيامه من أجل أن يوصلون هذه الرسالة. يجب أنه إحنا أيضا نستغل هذا الشهر بالتوعية الكافية، بعمل برامج تكون هي تثقيفية عن الموضوع، بعمل فولدرات توزع للنساء وللمناطق، تحديدا المناطق النائية والقرى الأرياف، هاي جدا محتاجين أن يكون هناك دعوة من وزارة الصحة بأنه يقومون بإجراء الفحص. ممكن نسوي مبادرة أنه فحص مجاني، هذه جدا راح تساعد وتشجع النساء، لأن إحنا نعرف الفحص بموضوع السرطان هذا او سرطان الثدي هو جدا مكلف، بالتالي اذا كانت هناك دعوه ومبادره من قبل الجهات المعنيه ممكن انه احنا راح نتخلص من هذا الموضوع. وايضا السؤال اللي نساله بحلقتنا اليوم انه احنا شلون نقدر نقي نفسنا من هذا المرض، شلون انه احنا نقدر انه نحمي انفسنا وعائلتنا واولادنا وازواجنا وابائنا واخواننا من هذا المرض، يعني مثل ما ذكرنا هذا المرض يصيب الطرفين ويصيب كلا الجنسين، بالتالي نسائلها الحصة الأكبر، لكن أيضا هو مرشح أنه يصيب الرجال. نشوف جواب إحنا لكم راجعين. شهر أكتوبر الوردي أو شهر التوعية للكشف والتحري عن سرطان الثدي، طبعا إحنا أكيد على طول السنة نذكر ونوعي فتياتنا ونسائنا على ضرورة الكشف والتحري عن سرطان الثدي، لكن احنا ايضا نركز بشهر العاشر او شهر اكتوبر ونذكرهم، نذكر كل نسائنا وسيداتنا على ضرورة اجراء الفحص الذاتي الدوري، طبعا اللي هو احنا ننصح به كل فتياتنا عند سن البلوغ يقومون بالفحص الذاتي والدوري بعد انتهاء الدورة الشهرية، وإحنا خصصنا بعد انتهاء الدورة الشهرية وليس قبل بدء الدورة الشهرية، حتى طبعا لأن نعرف أنه كل فتاة تمر بتغيرات هرمونية ممكن تتداخل أعراضها مع أعراض الأورام اللي هي خاصة أورام الثدي. طبعا أيضا كذلك إحنا نحب أنه نطمن نسائنا أنه ليست جميع الأورام الثدي هي خبيثة، كثير منها أو أكثر من 90% من أورام الثدي هي حميدة، وممكن علاجها إذا شخصت في بداية ظهور الأعراض. وعادة إحنا دائما نشدد على ضرورة مراجعة كل فتاة أو سيدة في حال أنه ظهر أدها أي أعراض خلال الفحص الدوري، أو أيضا خلال أنه مثلا حتى وإن كانت أمراض أخرى لابد أنه تراجع أقرب مركز صحي أو مؤسسة صحية حتى يتم الكشف وأيضا إجراء الفحوصات إلها، بالتالي رح نقدر نشخص المرض أو الأعراض في بداية ظهوره أفضل من ما يتطور عدها ورح يصعب علاجه. فبالتالي أيضا كذلك إحنا عندنا في عموم العراق أكثر من 53 مركز متخصص للكشف والتحري عن سرطان الثدي،
وأيضا عندنا وحدات الكشف عن سرطان الثدي، والعيادات هذه أيضا ضمن تشمل أقليم كردستان، يعني في عموم العراق، 53 هذه في عموم العراق. أيضا مبادرات كثيرة من ضمنها وضع السكرينات، وضع البوسترات، فولدرات، وأيضا إقامة محاضرات توعوية لنسائنا، حتى بالتالي نخليهم إنه يهتمون بهذا الفحص، وأيضا كذلك نزيد من وعيهم الصحي، وهذا جدا ضروري حتى في حال إنه لا قدر الله ظهرت عندهم أي أعراض أو أي ورم في الثدي، بالتالي رح أتراجع أقرب مؤسسة صحية أو مركز تخصصي للكشف والتحري عن سرطان الثدي، طبعا يقومون فحصها من قبل طبيبات مختصات، وأيضا كذلك يتم تشخيصها في بداية ظهور الأعراض أو في بداية مرحلة المرض لا قدر الله، وهذا طبعا يلعب نسب شفاء عالية جدا، يعني أكثر، قد تصل أكثر من 98% أو 95% من نسب الشفاء، يعني احنا أكثر من 98% إذا تشخص في بداية ظهور أعراضه راح نوصل إلى نسب عالية جدا من الشفاء، عكس ما هو طبعا يتشخص في مراحل متأخرة ممكن يأثر على حياتها. أيضا تم إدخال تقنية الذكاء الصناعي في الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطبعا هاي توزعت على 8 مراكز، كل مركز تقريبا 500 فحص، هذا يسد النقص في عدد الأطباء إذا كان المختصين بالأشعة التشخيصية، وبالفعل طبعا كانت إلى نتائج جيدة جدا، وأيضا راح تكون حملات للتجمعات، لحملات يعني توعية للتجمعات النسائية، سواء كانت بالمولات، بالمؤسسات الحكومية والغير حكومية، أيضا راح تكون منصات طرقية، بوسترات قلنا، سكرينات، وأيضا كذلك راح يكون فحوصات خاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، تتوزع كارتات تقريبا 10,000 كارتات على منتسبات الوزارات النساء، طبعا حتى هذه راح تكون كارت خاص بها، يتم فحصها ومراجعتها للمراكز التخصصية للكشف والتحري عن سرطان الثدي. وطبعا نحب نذكر كل نسائنا انه في حال راحت للمراكز المتخصصة للكشف والتحري عن سرطان الثدي راح يتم فحصها وايضا تشخيصها بالمجان، يعني الفحص راح يكون مجاني لكل نسائنا، وبالنهاية نتمنى لهم الصحة والسلامة للجميع. طبعا مشاهدينا الأكارم، جميع دول العالم تقوم بحملات ومبادرات، وجميع الحملات اللي تقوم بها وصلت إلى مبتغاها وإلى هدفها، وهو الهدف اللي ذكرناه بحلقتنا هو التوعية، وأيضا أنه يكشف عن المبكر عن سرطان الثدي. في العراق قامت العتبة الحسينية المقدسة بمبادرة جدا رائعة، هذه المبادرة هي مجانية مدفوعة التكاليف في مستشفى خديجة الكبرى عليها السلام، هذه المبادرة هي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، يعني هذا الموضوع يكون هو الأول في العراق وعلى مستوى العراق، ويكون هو بأحدث الأجهزة وبأحدث المعدات، وبالتالي وجهوا دعوة ولجميع النساء الموجودين في العراق بقيام بالفحص المبكر، وتكون هذه الدعوة هي أيضا بإجراء الفحص تكون مجانية. طبعا هذا الموضوع هو أو العتبة الحسينية والعباسية عليهم السلام، هذين العتبات المقدسة هي غنية عن التعريف، لها مبادرات كثيرة وعديدة، لها مبادرات بالوقوف مع النساء ودعم النساء، وأيضا بدعم المواطن سواء أيتام أو أرامل أو النساء اللي مصابات أو غير المصابات، كانت دعوة موجهة للجميع بضرورة إجراء الفحص، بالإضافة إلى التوعية وعن إقامة بعض
بعض المحاضرات تكون هي الهدف من هذا الموضوع، والهدف من التوعية، وأيضا الهدف من الفحص المجاني حتى تحافظ على عائلتك وعائلة يعني غيرك وجميع الأولاد والأطفال. بالتالي كانت مبادرة جدا رائعة ومشكورة عليها العتبة الحسينية. محتاجين مبادرات كثيرة من قبل جميع المؤسسات أن تحذو حذو هذه العتبة بإقامة هذه المبادرات اللي تكون فعلا تكون محببة للعوائل العراقية، تحديدا العوائل اللي ما عندها، الفقيرة اللي تسعى إلى كسب لقمة العيش بشتى الطرق. بالتالي يحتاجون أنه إحنا نوفر لهم هذا الفحص المجاني، لأن إحنا نعرف التكاليف العلاجية جدا غالية، وبالتالي إحنا من نراجع مركز أو نراجع يعني دكتور أخصائي تكاليف يعني جدا عالية، سواء كشفية سواء إجراء الفحوصات أو الدوبلر أو تفاصيل كثيرة وعديدة. فبالتالي أيضا النساء من نسألهم يقول لك والله ما عندي حتى أنا أروح أفحص، خليها على الله. بالتالي إنه إحنا إنه هذه المبادرات هي جدا فعالة، فمحتاجين إنه تكثر في العراق وتكون هناك إلها مبادرات أكثر، وجميع المؤسسات تحذو حذو هذه المستشفى، وأيضا حذو هذه العتبة بهذه المبادرات المجانية اللي فعلا هي راح تساعد الكثير والكثير. إذا نريد نتعرف على تفاصيل المستشفى، نتعرف إحنا وياكم على تفاصيل المبادرة، هل هناك استجابة من قبل النساء على هذا الموضوع تحديدا بما يخص إنه هو فحص مجاني ما راح يكلفهم شيء؟ شوف الجواب إحنا وياكم راجعين. استنادا إلى توجيهات سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة دامة عزة والسيد رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي المحترم، بادرت مستشفى السيدة خديجة الكبرى عليها السلام التخصص المرأة بالمبادرة المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر تشرين الأول لعموم النساء في كافة محافظات العراق، وتشمل الفحص المجاني، الفحص السريري، الفحص السونار، فحص الماموغرام، حيث شهدت المستشفى تزايد ملحوظ في أعداد النساء المراجعات لمركز أورام الثدي في مستشفانا لغرض الكشف المبكر عن سرطان الثدي. فتم تشخيص العديد من الحالات السرطانية خلال هذا الفحص من خلال أو من قبل أطباء بخبرة ألمانية تخصصية في هذا المجال، من خلال متابعة الحالات المرضية وإجراء العمليات وإعطاء العلاج اللازم لهذه الحالات المرضية، حيث شهدت المستشفى هذه المبادرة اللي هي ضمن سلسلة من المبادرات المتواصلة اللي أطلقتها العتبة الحسينية المقدسة سواء سابقا أو لاحقا. وتعتبر هذه الجهود هي ساندة لجهود وزارة الصحة العراقية والتي غرضها التخفيف عن كاهل المواطن العراقي. شكرا جزيلا دكتورة بيداء إبراهيم سلمان، طبيب استشاري طب أسرة، مديرة مستشفى سيدة خديجة الكبرى التخصصي للمرأة. إذا مشاهدينا الأكارم، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نوصل رسالة لجميع من يشاهدنا أنه يجب أن نرفع الوعي الصحي لدى الأجيال القادمة، يجب أن نعلمهم على العادات الصحية، على العادات السليمة، على الغذاء الصحي، على أهمية ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية اللي هي جدا مفيدة لصحة الإنسان. وأيضا يجب أنه نرفع من وعي أنه بضرورة إجراء الفحص الذاتي والدوري لكل جسمنا، كل الأمراض ولكل التفاصيل، حتى أنه إحنا نحمي أنفسنا من الأمراض ونحمي نفسنا وأطفالنا أيضا من الأمور اللي ممكن تحدث فجأة. بالتالي محتاجين أيضا حملات التوعية بمرض سرطان الثدي أنه تكون مو فقط بشهر أكتوبر، تكون على مدار السنة وتحديدا في المناطق النائية واللي ما عندهم أي فكرة عن الموضوع. إذا أحبتي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم أكيد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.